استاذ محمد، عايز اسال حضرتك سؤال. يعني ايه الشريك حياه؟ شريك حياة بقى في كل حاجة، بيشاركني في مشاكلي، في فرحي، في كل حاجة، في كل متطلبات الحياة يبقى هو جنبي وشريك على طول، ملازم ما بيسيبنيش. وهو كمان بيعمل كده ولا انت كمان تكون بتشاركها كل تفاصيلها؟ طبعا لازم نكون بشاركها في كل حاجة، تفاصيلها واعرف هي بتحب ايه وما بتحبش ايه. استاذ لازم محمد، اكون حضرتك بتفاصيل مرتبط سواء. صح؟ انا متزوج. متزوج. طيب حضرتك متزوج عن حب ولا الاختيار كان ازاي؟ ده عن حب. عن حب. مين فيكو اختار التاني؟ هي الصراحة اللي اخترتها. هي اللي اختارتك؟ الصراحة. طب ده حلو قوي. ده طب حلو قوي بقى، عشان دايما في كده رجاله بتقول لما بتحس ان الست هي اللي بتختارهم بيبعدوا، بيحسوا كده شويه ان هم لا انا مش، يعني ما دام هي اللي اختارتني انا هبعد. ده ما اثرش عليك في حاجه او حاسسك ان هي لما بتحبك قوي انت مش عايز تكمل؟ لا لا خالص، ده بالعكس، انا يعني انا اتشدت لها اكتر وحبيتها اكتر لما لقيتها هي بتحبني، ودايما كانت بتحب تقعد معايا وتحب تتكلم معايا وتعرف تفاصيل حياتي ماشيه ازاي. لا حاجات كتير جدا هي ساعدتني فيها، واللي شدني لها اكتر برضه لما عرفت ظروف اللي والدي ووالدتي كانوا متوفيين، وانا كنت واخد بالي من اخواتي الاصغر مني، فلقيتها ربنا يرحمه. هي سند ليا بجد. سند، فعلا هي كلمة سند دي هي اعتقد ملخص كلام كتير جدا جدا جدا، كلمة سند، لو الناس بس فهمت الكلمة دي صح. طيب ايه الحاجة اللي حضرتك بتشوف ان انت بتضيفها للعلاقة كراجل؟ اللي انا شاركها في كل حاجه، يعني انا وهي بنشتغل ومجالنا صعب شويه، احنا شغالين احنا انا وهي في مجال التمريض، هي في العمليات وانا في الرعايه، فيبقى الشغل قاسي قوي، بالذات هي تبقى واقفه، انتوا ممكن شغالين تبقى في نفس واقفه المجال؟ في نفس المجال، ممكن تكون هي واقفه على رجليها اكتر من 9 ساعات متواصل، يعني مع بعض في البيت ومع بعض في الشغل؟ ومواعدي في الشغل، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعد، حتى اساعد في شغل البيت، مش عيب على فكره الراجل اللي يساعد في شغل البيت خالص، يعني مثلا هي هتطبخ عشان هي بتعرف تعمل اكل، انا عليا دور اللي ممكن مش عيب ان انا اشيل الطبق مطرح ما اكلت، مش عيب ان انا أحييك. ممكن اقعد اغسل الطبق ده، مش عيب والله، العيب ان انا ابقى راجل راجل بس كده، يعني زي ما بيقولوا كده في ظهر الطاقه، لا لازم أن اكون بشاركها في كل حاجه، مش عيب. لا مش عيب طبعا، مش عيب خالص، ربنا يخليكم لبعض. طب انا عايزه الله اسال حضرتك سؤال. ان انتوا يخليك. دايما لما بيبقوا في اتنين بيشتغلوا مع بعض، يعني متجوزين بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان ويروحوا نفس البيت، طيب لو حصل لا قدر الله طبعا مشكله في الشغل، هل دي بتاثر على حياتكم الشخصيه ولا بتقدروا تفصلوا؟ لا خالص احنا بنفصل، وبعدين انا في بعض المشاكل اللي لازم، بص لازم اي حد يعامل زوجته اللي هي كصاحبته حبيبته اخته اخته حاجات كده مع بعض، يعني في مشكله ليه ما سامعين؟ نكونش اصحاب ونقعد نحلها؟ صح. ليه لما مثلا نقعد مع بعض ممكن يكون لو ساعتين نستمتع بيهم، يعني لو هيتقابل في اليوم بحاله ساعتين نستمتع بكل دقيقه اللي احنا صح. نعيش لحظه رومانسيه مع بعض، نتكلم نضحك، يعني نبعد خالص نفسي بعيد عن الشغل خالص، اخاف عليها برضو، طبعا طبعا، ده كله ما دي هو حاجات الخوف جزء من الحب طبعا أكيد. لازم الواحد لازم انا يعني يعاملها معامله ترضي ربنا، تتقي ربنا واهم فيها. حاجه الواحد مظبوط يتمسك بدينه في المعامله. صح، وهي كمان تتقي ربنا فيك. صح، يعني يكون المودة والرحمة منكم انتوا الاتنين مع بعض. طيب استاذ محمد، بما ان حضرتك اول مداخلة في برنامج سنة اولى، يعني اول مكالمة، فياريت حضرتك توجه كلمة للشباب، يعني للشباب المقبلة على الجواز، الشباب اللي اوريدي متجوزة، الشباب اللي عندها مشاكل في جوازها، يعني ممكن حضرتك توجههم مشكلة؟ أنا بوجه مش يعني بوجه متأسفة كلمة توجه لهم للشباب، كلمة. إن لازم الشاب قبل ما يعني يخطو خطوة هو حتى يحب، يعرف إزاي يشيل مسؤولية، يعرف إزاي يعتمد على نفسه، يعرف إزاي يعامل بنت الناس، اللي دي بنت ناس يعني يعتبرها زي مثلا زي أخته، حد من أهل بيته، ما ينفعش يهينها، ما ينفعش إن هو صوته يعلى عليها، إيده تطول عليها، لازم الأول اللي هو يتعلم إزاي أنا عامل البنت اللي معايا معاملة ترضي ربنا. ده رقم واحد. تاني حاجة لازم تشيل مسؤولية، تعرف انت لازم تشتغل وتتعب صح. وتحاول، ولو فشلت حاول، افضل حاول، مش عيب ان انت تفشل، العيب ان انت تفشل وتستمر في صح فشلة، ما تحاولش انت تنجح صح خالص. اصل الفشل عمره ما كان عيب، الفشل ده انا بعتبره نجاح لاني حاولت وربنا ما كرمنيش او ما ف... يعني او وفقنيش في المرحلة دي. ايوه طبعا، فحاول تاني،
صح طبعا طبعا. طيب ممكن بقى حضرتك توجه كلمة أخيرة لمراتك؟ أقول لها ربنا يخليكي ليا، وتفضلي دايما يا رب سند ليا، وأنا أفضل سند ليكي، وتفضل طول عمرنا أول مرة قابلنا فيها بعض وحبينا بعض زي آخر يوم هنشوف بعض فيه خالص، لو على عمر طويل إن شاء الله، وربنا يخليها ليا وما يحرمنيش منها أبدا يا رب. يعني يا استاذ محمد بشكر حضرتك جدا جدا، وربنا يخليكم لبعض. وفعلا انا بتبسط قوي لما بلاقي ناس متمسكه ببعض، وناس يعني لسه في بينهم حاجات كويسه.